بعد مسرحية جاء عام 2017 والدب وعمناوي المساجين برج الرومي في بنزرتي قدمونا مسرحية جوج محس. في ترايم قرطاج المسرحية عملنا متابعة خاصة لعرض استثنائي أمنوه مساجين. عشنا معهم كل الكواليس والبرايف وآخر التحضيرات. المساجين خلوا الزنزانة متاحهم ومشوا لدار الثقافة ابن خلدون مش عرضونا آخر خدمة لهم جوج محس. هذه متابعة خاصة. سبعة متاع الصباح، البرة 15 درجة، بين المحلات التجارية في شارع ابن خلدون مازالت مسكرة باستثناء دار الثقافة ابن خلدون اللي تستعد لاستقبال ثاني أيام قرطاج السينمائية في دورتها 21. لحد 8 ديسمبر 2019 الحدث عرض مسرحية جوج محس، مسرحية قدمها المختبر المسرحي بسجن برج الرومي ببنزرت. اليوم أنظار كلها متوجهة نحو عدد من مساجين برج الرومي، العنصر الأساسي في مسرحية جوج محس. 8 متاع الصباح الكورتيج اللي ينقل المساجين يوصل دار الثقافة ابن خلدون تحت مراقبة أمنية مشددة. 10 مساجين حاضرين اليوم باش يقدموا المسرحية الثالثة للمختبر المسرحي بسجن برج الرومي بعد مسرحية وجيعة عام 2017 ومسرحية دبو عام 2018. في الكواليس المساجين يبدأوا استعداداتهم للعرض كيفهم كيما المسرحيين، يختاروا أزيائهم المكياج متاعهم وكل ما يلزمهم من أجل تقمص الشخصية متاعهم. المرافقة المعنوية ما تغيبش من طرف المشرفين على العرض هذا. تحضيرات لهنا تصير وسط توصيات من قبل نضال الدين المعزي رئيس مصلحة الرعاية والإصلاح بسجن برج الرومي. كونوا كما نعرفوكم حتى الغادي منضبطين الانضباط نتاعكم، تخرجوا اللي عندكم، تخدموا بصدق وكونوا يد واحدة. ده كل دول أولاده إن شاء الله. شو جمهور البرة لو كنتم وشنو التصوير باش توريوها البرة. كامل فريق العمل يتقابلوا من بعد على الركح باش يعملوا آخر بروفة. المكون الأساسي للفريق هذا هم المساجين العشرة، 9 منهم ممثلين وسجن واحد مكلف بالأمور التقنية كما الإضاءة والصوت وكل التفاصيل المتعلقة بتوظيف الركح. دونك إيديا وقتها في راسي صدري ديما نتنفس تولاد، ديما نتنفس، ديما تصوير متكلم لمبولة، كل مرة كل ما ندخل هواء تكبر لمبولة يوب تعاود تتفش. جوج محس أنا أعتبرها من بداية ربما نضج هالتجربة المسرحية هذه في برج الرومي، لأنه المشاركين فيها كان شاركوا في عملية زوز أعمال مسرحية سابقة وتلقاوا تكوين في المسرح، تكوين شمل مجالات مختلفة معناها في المسرح على وتبع على الدورات التكوينية اللي تنتظم إدارة سجن برج الرومي في مجالات أخرى كما الرقص إلى آخره. تطلع على السين تحس بحاجة غريبة مانيش عادية، احنا نبرفوا كل يوم تحس في روحك مرتاح، والتراك هذاك أقوى ممثلين في العالم ينجم يجي التراك، خشبة المسرح خطرة صعيبة برشا. المحيط الخارجي لدار الثقافة ابن خلدون كان مؤمن من طرف فرق التصدي، الوحدة المختصة التابعة لسجن برج الرومي. إدارة السجن كما تشوفوا تحرص زاد على أخذ احتياطاتها الأمنية لهدف أنه يتعدى العرض في ظروف ملائمة. المساجين خرجوا من السجن متاعهم مشوا للمسرح ويرجعوا بعد أداء المسرحية متاعهم للمكان متاعهم كما ينص عليه القانون. الجانب الإصلاحي ديما متزامن مع الجانب الأمني، احنا ناخذ احتياطاتنا كاملة والجانب الأمني عمره ما يكون يعني عائق قدام الإصلاح. في نفس الوقت الحضور بدأ يوصل داخل دار الثقافة، 7 عائلات من أهالي المساجين كانوا اليوم حاضرين بالإضافة لبرشا وجوه فنية وناشطين من المجتمع المدني. لحظات قبل العرض القاعة اللي تتسع ل 300 متفرج تتعبى وعينين الأهالي متجهة نحو الركح في انتظار أنهم يرى أولادهم أخواتهم وبيتهم في تصويرة أخرى. الحدش بالضبط العرض ينطلق، الجمهور يستمتع بعمل مسرح من إخراج محمد أمين الزواوي وتأليف واحد من السجناء بسجن برج الرومي. ناس تم تطويره بالخدمة والعمل مدة 6 أشهر في ورشات الكتابة اللي أمنها المختبر المسرحي بسجن برج الرومي. أيتها الكائنات العزيزة، أيها الكائنون الأعزاء، اليوم ميلاد فجر جديد وميلاد إنسان أجد منه، وبعد أن أثبت المدعو لموسى بيانس فشله في إدارة الشأن الفني التفكيري التحليلي التأويلي الإدراكي التثميري وهذا كله. تو حاليا الواحد اللي يحس فيه الإحساس نتاعو اللي هي يعني تجربة غيرت فيا برشا حاجات وبدلت برشا حاجات فيا،
من النيجاتيف لحاجات بوزيتيف. وقت انضممت انا لنادي المسرح كان ما كنتش عامل منها حاجه كبيره، كانت جوست ان باستون باش يعدي وقت واحد بالوقت نلقى روحي نعطي فيه افكار. قلت بوركوا با ما نجربش الكتابه. جربت الكتابه في المسرحيه الثانيه بعد وجيعه مع دبو، مشيت نجحت. المره هذه حابين نخلقوا موضوع سبيسيال شويه، حابين نخدموا على الجانب النفسي. جوجمه حس عمل مسرحي يحكينا على التناقضات، الغرائز، الهواجس الموجوده عند الانسان، مقاربه اصلاحيه تعتمد عليها الاداره العامه للسجون والاصلاح واللي تمكنوا المساجين اليوم انهم يلخصوها في المسرحيه هذه. فكره جميله، فكره غنيه، فكره ضحك. بعد عرض دام ساعة وعشرين دقيقة الأضواء تتسلط على المساجين، يقع تكريمهم على المجهودات اللي بذلوها من خلال الدورات التكوينية في المسرح، نشاط كبير تخدم بفضل إدارة السجن، واليوم النتيجة راوها قدامنا. الهدف من المختبر المسرحي بسجن برج الرومي كان إعطاء الفرصة للمساجين باش يشرفوا هما بيدهم على إنجاح العرض من خلال كتابة النص والتمثيل. التجربة هذه متاع الشباب بالمسرح اللي يمشيوا للسجون في تونس ويقدموا لنا مسرحيات، واللي لخصهم كلمة واحدة أنه المسرح والفن يرجع ويغذي الإنسانية عند كل واحد. أنا نؤمن برشا للفن والثقافة تنجم تبدل برشا في حياة السجين. كلنا نجمو نغلطو، ولكن أننا نغلطو ما يعنيش أننا نتحطو الحبس باش يتشفيو فينا، ولا طريقة تعذيب وعقاب معناها للتشفي. الحبس هو للأصلاح، والمسرح والفن والكتب اللي نحاولوا ندخلوهم للسجون هي اللي تعاون في الأصلاح هذاك. المساجين اليوم يمكن اكتشفوا في رواحهم مواهب وطاقات في فضاء أمن بهم. بعض المساجين بعد أشهر أو سنوات باش يرجعوا لحياتهم الطبيعية، وأكيد أنهم عمرهم ما باش ينساو أنهم نهار من نهارات خرجوا من السجن متاعهم ومشاو عرضوا مسرحية قدام الناس وقدام عائلتهم.